افتتاح السينما في المنطقة الشرقية وفي الدمام بشكل محدد خطوة إيجابية وخطوة إلى الأمام في تحقيق رؤية المملكة 2030. المواسم اللي حضرتك تكلمت عنها كلها تنصب في توجهات المملكة 2030 من ناحية الأشياء الترفيهية اللي ممكن الشركات الخاصة وأيضا الشركات الحكومية أو شبه الحكومية اللي تقدمها إلى الشعب السعودي والأرض الطيبة هذه. من هلأ للثلاث سنين القادمين هدفنا نفتح أكثر من 600 شاشة سينما بكل أنحاء السعودية، طبعا مع التركيز على أكبر 10 مدن بالمملكة، بالشمال بالجنوب بالشرق بالغرب، وإن شاء الله بنكون الأوائل بكل مدينة بالسعودية. الفترة اللي فاتت المنطقة شهدت العديد من المشاريع الترفيهية، موسم الشرقية كان شيء صراحة جميل ومميز وكان نقلة نوعية في الترفيه وإضافة للمنطقة. اليوم افتتاح السينما هنا في 6 قاعات في الدمام ايضا نقله نوعيه في عالم الترفيه. انت تعرف الكل يسافر احيانا لبعض الدول المجاوره والهدف احيانا يكون السينما. جميلة جبارة هو افتتاح سينما التي تأتي مع انطلاق عديد من الفعاليات هنا في المملكة العربية السعودية وخاصة هنا في المنطقة الشرقية، فشيء جميل انه المواطنين صار فيه متنفس لهم غير الاماكن الترفيهية الاخرى، صار فيه عندنا سينما، صار فيه عروض، صار فيه باب من ابواب الترفيه انفتح في المملكة، فصراحة شيء ممتع وجميل جدا. وجود السينما في المنطقة الشرقية شيء جدا جدا مهم. اول شيء مثل ما تلاحظ احنا في الدمام او الخبر كثير من المواطنين بيطلعون مناطق ثانيه عشان يتفرجون على السينما، والحين جاي العطله الصيفيه بدل ما يطلعون برا خلاص منا وفينا السينما، وهذا شيء مو جديد، ترى السينما اول كانت موجوده والحين رجعت من جديد.